مع قدوم فصل الشتاء تبدأ الفيروسات وخاصة فيروس الإنفلونزا في الاستعداد لمهاجمة أجسامنا، لذلك يجب الاستعداد لمواجهتها بجهاز مناعة قوي حتى ما نتعرض لأي وعكة صحية محتملة. السؤال هو ما هي المأكولات التي تساعد على تقوية المناعة؟ هذا هو سؤالنا ومجموعة من الأسئلة مع اختصاصية التغذية سينتيا أبو خليل. أهلا وسهلا. مرحبا. صباح الخير. حياك الله. في البداية سينتيا، إلى أي مدى مهم أن نقوي أجسامنا بالفيتامينات والمعادن يعني حتى نكون جاهزين لهذا البرد القادم وموسم الشتاء؟ اوكي، نحن رح نحكي عن الاشياء بالاكل يلي بتساعدنا تنقوي جهاز المناعه، لانه جهاز المناعه بيتقوى من غير اشياء مثل مثلا تقليل التدخين، النوم مينيمم 7 ساعات يوميا، الرياضه، السوائل، وكمان الماكولات. ففي عنا اذا بدك الماكولات اكثر شيء في نوع من الخضار والفاكهه، اكثر شيء الخضار يلي هي فيها الفيتامين سي والفيتامين اي. الفيتامين اي والفيتامين سي تقريبا موجودين بنفس انواع الماكولات اللي نحن رح نحكي عنهم موجودين قدامنا اليوم، خاصه نعرف كل شيء بنسميه سترس فروت، يعني مثل الليمون والبرتقال وهالاشياء والحامض يلي فيهم الفيتامين سي، الفيتامين اي يلي بنلاقيها كمان بالبيبر، كمان كثير الفيتامين سي بالكيوي. كمان بدي احكي عن شغله مش موجوده هون، هي البروتين، اهميه البروتين والزنك. الزنك والبروتين موجودين باللحوم، بالبقوليات، فمشان هيك كمان ضروري نحن انه ننتبه انه نكون عم ناكل كميه كافيه من هيدول المأكولات يلي بيحتوي على الزنك وعلى الحديد. اللي هم من اللحم والبقوليات. طيب احنا لو يعني نستعرض شوي فيتامين سي، لانه يبدو لي انه هو من اهم الفيتامينات اللي تقوي جهاز المناعه. مساله يعني احنا في مثلا البرتقال وهذه الاطعمه اللي ذكرتيها، ولكن في ناس ياخذون اللي هو الفوار، فوار فيتامين سي، هذا كيف تقيمينه؟ اوكي، رح اقول لك تقريبا نحن حاجتنا باليوم 70 ل 90 ملي جرام من الفيتامين سي. نحن وقت ناخذ الفوار هو تقريبا جرام ل 2 جرام، يعني شوف قد ايه اكثر، نحن 10 مرات اكثر كميه عم ناخذها بالفوار. دراسات فرجت انه الفيتامين سي هي نوع من الفيتامين تظهر من جسمنا يوميا بالبول، يعني هي بنسميها ووتر سوليبل، فنحن لازم ناخذها يوميا بغذائنا. في اشخاص بياخذوا الفوار يلي هو الدراسات برهنت ما بيساعد الجسم ضد انه نحن يصير عندنا انفلونزا او رشح، بس بيساعد لتخفيف طول ومدى ومدى قديش قوي الفيروس على الانسان. يعني بيخفف تقريبا 50% من العوارض وبيخفف تقريبا 30% من كم يوم نحن رح نمرض. نعم. فمش هيك بيساعد الفوار، بس نحن ما فينا كمان ناخده لفتره كثير طويله ونعتمد عليه يعني بشكل اكيد ونسال الحكيم. نعم. فتقول لك الفيتامين سي مثل ما قلنا كل هدول المأكولات موجودين عندنا، الكيوي كثير، يعني بس ناخذ كيوي وحده يوميا او اثنين او وحده من الليمون عم تعطينا كل حاجتنا بالفيتامين سي. عندنا كمان البروكولي كمان غني كثير بالفيتامين سي، فهو هنا اكثر شيء المأكولات اذا بدك نحن نحكي عنهم. نعم. الفيتامين اي عندنا كمان كل شيء لونه اورنج بنسميه بيتا كاروتين، يعني مثلا البيبر لون اورنج يعني برتقالي واحمر، عندنا مثلا سويت بوتيتو، عندنا الكاروتس الجزر، هدول كلهم كمان بيحتوي على الفيتامين اي بتساعدنا كمان ضد. نعم. طيب سنتيا، السوائل، شرب المياه الى اي مدى تساهم في يعني قوه المناعه عندنا؟ كثير بتساعد، لان احنا وقت جسمنا بده يدافع عن حاله بده يكون في عنده كروات بيضاء، الوايت بلود سيلز، فتيقدروا هن يكون في عنا دوره دمويه مضبوطه بالجسم لازم يكون عنا منيح من السوائل، خاصه المي، والمي كمان بتساعد كل التوكسينز او الاشياء او الغير مستحب فيها تبقى بالجسم تظهر من الجسم من البول او تظهر من الجسم كمان بغير طرق، فمش هيك ضروري نحن يكون عنا سوائل. اول وحده بنحكي المي، تقريبا مينيموم لتر ونص للترين يوميا، يعني 6 اكواب لثمان اكواب، وفينا كمان نذكر هون اكيد الشاي والاشياء مختلفه غير كمان من السوائل. نعم، يمكن سنتيا نشدد احنا على اهميه الماء، خصوصا احنا بفتره الشتاء مع البرد ما يجينا احساس بالعطش. صح. ويمكن هذا كمان كثير من الناس يقعون فيه، انه اهميه انه لازم نشرب مياه. صح. بغض النظر عن احساسنا بالعطش. اكيد، يعني نحن نجرب حتى ناخذه كسوائل ساخنه، يعني نحن هون بنحكي عن المي اللي بناخذها الصبح الساخنه وبنحط بقلبها مثلا قطعه من الليمون او من الحامض، بنكون عم ناخذ فيتامين سي وبنكون عم ناخذ سوائل بنفس الوقت. نعم. فنعملها يوميا بخلال الشتاء، خاصة إذا حسينا بلشنا رح نمرض أو بلشنا نحس إنه ممكن نسعل عنا أوجاع مثلا
نعم. طيب سنتي، أهمية بعض الأعشاب مثل الشاي الأخضر، زنجبيل على سبيل المثال. أوكي، الجينجر أو الزنجبيل كتير مهم. ليش؟ لأنه هو عنده فوائد بيساعد ضد الإنفلاميشن أو الالتهابات ناتشرال طبيعيا. فنحن إذا بس غلينا كمية صغيرة من الجينجر، قصيناه رفيع وغليناه بكوبين من المي وحطينا معه قطعتين من الليمون، فينا نشربها يوميا. حتى الطبيب بيقول إنه بتخفف من العوارض وممكن ما تخلينا نحن إنه نمرض. هذا الزنجبيل صح. فأول ما بنحس حالنا نحن ممكن نمرض نعمل الزنجبيل. وعندنا الشوربه، شوربه الدجاج خاصه شوربه الدجاج المحضره بالبيت اكيد مستحبا، بتساعد بس انه نحن نتنفسها. الدجاج وقتها بينغلى بيطلع امينو اسيدز معين، وقت نحن نشربه بيساعد انه يفتح المسامات، يفتح المنخار، ما بيخلي انه يفوت كل الفيروسز يلي موجوده بال مش هيك. اول ما بنحس حالنا كمان ممكن انه رح نسخن او نحن رح نرشح نعمل شوربه الدجاج بالبيت مع الخضار، واذا بنزيد لها كمان الكمون والقرفة والبصل والثوم أهم شيء كمان. نعم. بيساعد. طيب سنتي، لو أيضا استعرضنا بعض الأعشاب اللي ممكن نقترحها على المشاهدين اللي يعني زيادة قوة المناعة. احنا نشوف كثير مثلا مع وقت البرد الناس يستخدموا مثلا انواع الزهورات. الى اي مدى هذا الشيء يعني ممكن يساعدهم؟ الزهورات هي يعني ميكس فريش بيكون طبيعي من عده انواع نباتات. يعني مثلا اكثر شيء بيكون فيه الشاي الاخضر دائما، مش هيك؟ احسن نحن نجيبهم. بيكون في نوعات الاكيناسيه، نوع معين كمان من الهرب مبينت انه بتساعد، بيكون فيها الزعتر بيساعد ضد السعله والسعال. وكمان ايه الزعتر البري مثلا كثير بيساعد، مش هيك؟ بتشوف في كثير انواع ادويه معموله من الزعتر البري. والعسل كمان فينا نضيف العسل الطبيعي، دائما بنذكر انه الطبيعي بيساعد كمان، عنده انتي انفلاماتوري بروبرتيز، يعني بيساعد ضد الالتهابات. والثوم، الثوم بالطبخ اكيد، او ممكن ناخده كاعشاب يعني كمكملات. الثوم بينت انه اذا بتاخذ حص ثوم يوميا بتساعدك 30% انك تكون عندك اقوى مناعه ضد الفلو. نعم. طريقه استخدام الثوم بالطبخ وفي في طرق اخرى؟ لا، احسن شيء نستعمله بالطبخ. في اشخاص بياكلوه بطريقه نيه مع بعض الماكولات، بس نعم. مش كلنا من نحب ناخده بهالطريقة. مهم فينا ناخده بالطبخ، بس نحن ننتبه ناخد حص يوميا من الطبخ أو مثلا 6 بالأسبوع بيساعدنا أكيد تيحافظ على جهاز المناعة. سنتيا أبو خليل اختصاصية التغذية، شكرا جزيلا لك. أتمنى إن شاء الله كل المشاهدين بإذن الله تكون مناعتهم حديد. أتمنى لهم السلامة. شكرا سنتيا. شكرا لك.